من النجاحات باش نحكيو فيه الان في فقره الحدث مع الجاليه. انشطه الجاليه، مرحبا بكم من جديد في الفقرة هذه. نستقبل معنا مباشرة منعرش نقول زميل تونسي مقيم في المهجر ولا هذوما زوز مع بعضهم، سي عبد الحق بن عثمان هو ضيفنا اليوم. مرحبا بك، أهلا وسهلا. عسلامي لك أوصل. مرحبا بك، شنو حوالك انت؟ لاباس؟ مستمتع بالأجواء في تونس؟ انت غربتني تو بالبرنامج نتاعك، انت بصراحة المسلسة مرجوجة بتجيب حذانا هنية في ألمانيا وباش نخصص لك حصة بيك ان شاء الله. هكا انا اسمعني، نبداو مع بعضنا لهنا في تونس من بعد يحلها ربي في الخارج. وانا قلت لكم ما نعرفش قد مزميل وإلا تونسي في المهجر، على خطر سي عبد الحق بن عثمان عنده تجربة ثرية جدا وهو صاحب راديو الجالية في ألمانيا. شنو الحكاية سيدي؟ هيك هو عاد مو 2006 بدينا بتجربة راديو نسمة قبل ما تخرج قناة نسمة، يعني أنا كان الاسم متاعي خاص بي أنا، وقعدنا ننشطه 7 سنين. حبيت على راديو يخص الجالية التونسية، خدمنا 7 ولا 8 سنين. قال غالب ما لقاش حظه لظروف خاصة بطلت اسمه، وتو رجعت قبل كورونا بشهر عام بتجربة جديدة لبودكاست لما حاله، هو ديما بودكاست ونسميهنا بودكاست راديو جالية للراديو الجالية التونسية بألمانيا، اللي هو خاص مش دوب بجالية تونسية بألمانيا، لكن كل جالية مشغلنا مشاكلنا أفرحنا مسراتنا محبة لتونس، لكن ديما نقعد ومربوطين بالبلاد وريحتها والياسمين واللي ثم الكل. دونك هو راديو بالحق 100% تونسي، لهجة تونسية، يعني بالغناء بالتنشيط باللي ثم الكل، متنوع فيه الموسيقى بما أني أنا موسيسيان بروديكتور، يعني في برشا حاجات، عندي برشا أصدقاء أصحابي ثم ياسر فنانين في المهجر. أنا ساقبل كل شيء منيش زميل ولا غير، أنا صديق لكم أنتم أكيد أكيد والله عبد الحق، ولا نحب نخدم مع بعضنا ونحب نوصل صوت الجالية من خلالكم. باش نحكي حاجة صارت بيناتنا في الكواليس، انا راني الجمعه اللي فاتت حاولت نتحصل عليك مرارا وتكرارا. دونك انت كي جيت من المانيا دونك بالضروره لازمك تدخلك تطبيق ولا خدمه سجلني في التليفون نتاعك، ما تمكنتش دونك، وانا لزيتك باش تمشي في الاوتيل تاخذ تليفون من التليفونات ونطلبوك. والحقيقه مسيك نوسع بالو عبد الحق يدور من واحد لواحد، فحبيت نقول لك بارك الله فيك ديما بالحق عبد الحق، محلاه العبد اللي هكا عنده طول بال وهكا عنده بالحق ديما طموح انه يوري لولاد بلاده شنو هو قاعد يعمل في الخارج، تلقاه زاده فرحان بالشيء اللي قاعد يقدم فيه ويعمل فيه. قلنا راديو الجالية هذية مغروم بالتقديم، انت حكينا على الفكره كيفاش بديت، ولكن انه يقعد الراديو هذية وتقدم فيه اصوات الجالية في كل بقاع العالم، كيفاش الحكايه؟ مو تعرف كل بلاصه نحن جالية تونسية الكل في الكل 1.5 مليون، يعني متشتين على كل انحاء، ما يتسميوش برشا. نحن في المانيا عندنا يمكن 50,000 تونسي، مش برشا معنا، المانيا 84 مليون مثلا، الاتراك 3.5 مليون، نحن توانسه 50,000 اللي هما مسجلين اوفيسيال، يعني فهمت. وهذوما أقلية، معناها اللي أنا حبيت مثلها بها بصراحة كتونسي لأني فنان، بدأت علاقتي بالفن توانسة يلوجوا على شكون يخدم لهم موزيكتهم عندهم كل الأفراح متاعهم الزواج ميكس ولي ثم الكل شيء، بديت نحس أن ثم رابور، معناها يلزمني نعمل حاجة باش نلوج على توانسة الكفاءات نجمو نقولوا اللي عندهم ما يقدموا من خلالي أنا، من خلال البروغرام هذا البودكاست ولا راديو باش نلوج عليهم ونقدمهم نفس الفكرة اللي تقدم فيها أنت أخي كوثر، ولكن نستغلوهم زادة غديكة، يعني نقربوا أكثر نعرفوا بهم أكثر. الحمد لله معناها قبل كورونا كان فما تجربة كبيرة ياسر، معناها اللي عن طريق البروغرام هذا كانت مشكلة الطلبة اللي هما بعد كورونا جات الجاعة وثم حظر صحي ما عادش حتى حد يخرج ولا يخدم ولا كذا، دونك الراديو كان موجود وعمل كما نقولوا شبكة على الانترنت اللي تلقى التوانسة المحتاجين الكل موجودين، وتعديت زاد على الوطنية معاكم وقتها في نسمة الصباح، الوطنية في التلفزة تقصد في التلفزة، يعطيك الصحة.
كانت كاتاستروف. لأن عطيت الرقم نتاعي ما هو ما وقفش على سنوقيزي أنه فما برشا أولياء يحبوا يتمنوا على أولادهم من تونس بتبيع لي هما، لكن نحن وسعت بالك عادة أنت على الأخر ولا العظيم فرحان برشا توا نحمي شو كل من ذاك الحكاية، لأن توانسة كلها وقفت في الحكاية هذه ويوصلوا في الإعانات ويوصلوا خدمك تعرف طلبة يستحقوا شوية فلوس عندهم كرام عندهمش قضية معاش نجموا يخرجوا. المهم توانسة ما شاء الله عليهم معناه وكان بالحق راديو الجالية اللي هو من ألمانيا وصل صوت التوانسة وسام في إيجاد حلول لمشاكلهم ومشاغلهم غاديكا الحمد لله لباس توفق. أنا مع اتصال مع مشكورين مع القنصليات مع السفارات يعطيوني معناها من مصدر المعلومات صحيحة، مثلا ثم أوراق باش تعمل، ثم مثلا أكسيون باش يمشيوا البلاد بعيدة شوية خاطر مكتار ثم الناس توانسة بما أننا نحن أقلية يلزمهم يعملوا 600 كيلومتر باش يخرجوا بطاقة تعريف ولا باسبور. فهمني أنا نعطي معلومات يا ناس اللي انتم هما شاعملوا القنصلية ولا السفارة تبعض أعوان لك المنطقة ذيك قريبة ليهم على الأقل باش يوصلوا لهم باش يقدوا لهم أوراق، ثم حاجات باهية قاعدة تصير وثم تطورات خاصة لك للأسف اللي التو مازلنا ما لقيناش نحل نعاني منها. أنا بيدي نعاني منها يعني اللي هي مثلا التسهيلات معناها عندنا برشا مثلا مشاكل في البرد حلق الواد عندنا ذكرت أنا فيهم في البودكاست فهمني الناس تحكي على المشاكل اللي الناس اللي تفك في الوراق غاديكا فهمني أو اللي تخايف على العباد شنو تفك في البرد اللي يجيوك اللي يقولوا لهم هما الحمالك اللي يحبوا ياخذوا الباسبورات ويتغشوا ويحبوا يخلصوا بالأورو جماعة ما يخدموا معناها مش مراقبة حاجة. مراقبة في برد حق ماشي أنا قلت لهم هزوا عليهم سور ما عادش تخليه حتى حد يدخل كهو ذيك هي ثم حاجات ثمني غلاء سيرتو العام هذا غلاء الأسعار أنا بيدي عانيت منه يعني تذكرة الأسعار تذاكر في الطيارة وكل شيء معناها أقل حاجة 500 أورو فاميليا متاع زوز ألف أورو معناها فاميليا متاع أربع من الناس برشا تبدلت ياسر ألمانيا وبعد الكورونا كل شيء غلاب يفهموا الحكاية ذي نقول حاول ضرائب زادت يعني كثرت والضرائب وجالية تونسية مليون ونص رانا نساهموا في الاقتصاد التونسي وعمل إحصائيات قداش ندخلوا نحبوا تونس ونفرحوا كي روحوا لتونس ونصرفوا بالأورو فهمني في البلادنا وأنا بدي نصرف ونعطي للمشموم ونعطي للسواق كل شيء نحب نصرفه في تونس علاش واحد يعطيهم الأورو لتركيا ولا المايوركا ولا الإسبانيا ولا اللي هو نحب ونجي ونروحوا غير تلهو بينا شوية برك هذا اللي دي إن شاء الله وفي الأثناء طو أنت قاعد مستمتع بالإقامة متاعك في تونس شيخ كنت على فكرة كنت أنا في تونس البارح مشيت 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 الكوكو بيتش بيه بربي ولا لي اسمع فما ناس تحب تسمع هالخدمات به كما قاعد يتسوق في مواقع التواصل وإلا لا ذاك تصوروا كهو شوف هو هي كلها ماركتينج يعني ثم تسويق ثم بلايس باهية وثم بلايس متوسطة كما في الوتلة ثم تروازي توال ثم كاتي توال ثم سنكي توال انت وقداش تطلب لكن أنا البلاصة اللي مشيت لها مش لازم نعمل ببليسيتي معنا نصحوني بها ومشيت وكل شيء وصورت وعجبتك لأنه ذاك باش وصورت وباش نخرج عليها بنعمل عليها بودكاست عجبتني ياسر بما انه نحن مشينا معنا كعائله ما 12 فرد يعني بالصغار وبالاطفال وكل شيء جو عالمي بصراحه انا ما عنديش وشفتوا هكا الناس اللي يجيو بالحفلات ويعملوا جو في الشط وتبال ومزد وكل شيء فهمني انا بدي شخت عليهم لانهم فرحانين صح المهم المهم شيخ وعامل جو ومستمتع بالعطله نتاع عبد الحق نحب نشكرك برشا ونقول لك بالحق محليك ومحل المرور نتاعك وبالحق الراديو يليق بيك وان شاء الله يا ربي ما دامك في تونس راك تجيب حذيه من قدره الله ها المره الجايه عندي انا كوثر بالله حبيت نذكر فيسا فهمني اللي عنده رغبه يدخل معناها على الراديو نتاعنا للتشجيع ولا للدعم www.radiogelia.com radiogelia.com يتفضل يعمل طلع سهل ياسر عود لي عبد الحق www.radiogelia.com مش جاليا كما يقولوا برشا جاليا جاليا.com
تلقى روحك ديريكت في بالتطبيق معنا بالبورتابل 24 ساعه فيها البرامج الكل مسجله واللايف واللي ثم الكل موسيقى وحوانا. نحن نحكيه على حالنا ونحكيه على افراحنا ومسرات ونحكيه على حزننا زي ما برشا مشاكل كما قلت وان شاء الله تعجبكم الفكره. ادعمونا ادخلوا اسمعوا 24 ساعه شيء يعمل كيف وان شاء الله حق مهم برشا ان شاء الله يسمعونا ناس نلوج بصراحة على سبونزورين شوية اهتمام مثالش تعامل مع ناس أخرى عندها أفكار نجمو نخدمو مع بعضنا نجمو نكبرو هو بيبي لما حالة مازال جديد أما علاش يمشي توا يمشي 24 ساعة وإن شاء الله نلقى اللي يهتم بالشيء ذا فهمني ونكبروه أكثر معناه وإن شاء الله ربي يوصل للأذن. عندك الإرادة وعندك برشا طموح وبقدرة ربي راهو توصل اللي يتوفر فيهم حاجتين كي منكية في قلبه وعنده الإرادة بقدرة ربي يوصل. عبد الحق بن عثمان حب نشكرك برشا وإن شاء الله يا ربي تلقى تفاعل كبير من خلال زوار الموقع راديو جالية بألمانيا. نحب نسوق تحية كبيرة برشا سي مبروك اللي عطاك تليفون عطاني تليفون من قبل يشير لي حاجتي بيه صاحبته باش تكلم ولا نحيي برشا شكرا جزيلا ليك ومن خلال زادة سي مبروك للناس الكل في ألمانيا ولجاليتنا غادي إن شاء الله يا ربي اللي جاي ويكونوا مستمتعين بالعطلة متاحهم. نعرفوا فما مشاكل إن شاء الله بشوي نفضها.